من خارج سياق الازمه تبدو خطوات الرئيس هادي النادره ابعد ما تكون عن الاحداث التي تعصف في البلاد الرجل الذي حارب بسيف السلم كل الانقلابات حتى اسلم البلد وما عليها لميليشيات اسقطت الدوله شمالا وجنوبا وجزرا وموانئ ومطارات اما الشرعيه ذاتها فقد تكفل التحالف باسقاطها باتت البلاد محكومه بقوى عسكريه تتنازع الارض فيما بات الاقليم يتقاسم ولاء قيادات الشرعيه التي رهنت القرار الوطني كما يقول متابعون كان امل اليمنيين ان يعمل اتفاق الرياض على حلحله جزء من الازمه لكن هذا الاتفاق الذي تحول الى مشكله جديده خصوصا امام ضغوط الرياض لتشكيل الحكومه بمعزل عن تنفيذ الشق العسكري والامني بات من شانه تثبيت اركان انقلاب الانتقال المدعوم اماراتيا ليزيد المشهد تعقيدا ولاضفاء شرعيه على انقلاب عدن بل والمضي في خطوات تشكيل دوله جنوبيه بمواصفات اماراتيه في الوقت الذي يدرك الجميع ان الانتقالي لا يشكل ثقلا سياسيا ولا جماهيريا ولا يمثل كافه الاصوات الجنوبيه وانه مجرد اداه اماراتيه لتحقيق مصالحها التي تتصادم مع احلام اليمنيين باستعاده دولتهم بذات الجهه من الادانه يبدو وضع الشرعيه ازاء اخفاقاتها على مختلف المستويات السياسيه والعسكريه والامنيه والخدميه موضع حرج امام اليمنيين وباتت الحرب ضد ميليشيا الحوثي ابعد ما تكون وما يحدث اليوم جنوبا هو اطاله امد غياب الدوله وتغييب رجالها عن واقعهم وهو ما بات يشكل سخطا شعبيا يتفاقم يوما بعد اخر. يعيش اليمنيون الحالمون باستعاده الدوله مازق اتساع جبهات الصراع وتعدد الخصوم الذين يتناهشون ارضهم وشرعيتهم غير ان المازق الاكبر هو صمت الشرعيه امام ممارسات السعوديه التي باتت تصادر قرار الدوله وتزيحهم عن المشهد